وتتفقد الطير فقال ما لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا من أمام مقر جمعية من أجل شبرا الخيمة برئاسة الأستاذ أحمد عبد الهادي بكير رئيس مجلس إدارة الجمعية والمتحدث الرسمي لمترو أنفاق مصر وصاحب اليوم السابع. لنبدأ معا هذا الاحتفال العظيم الطيب المبارك بذكرى الإسراء والمعراج. السادة الحضور، مع سيد الكلام من آيات الأحكام وقرآن السميع العلام ومعجزة خير الأنام، نعيش مع القارئ الذي يبلو بدقة وإحكام مع فضيلة الشيخ محمود الطوفي القارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صاحبكم وما ضل
وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما
الحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا إن ربك واسع واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها عليكم فضيلة الشيخ محمود الطوخي القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري.